وصلنا ليبيد بيروكسيديشن. هو شنو؟ حتى نفهم الليبيد بيروكسيديشن لازم نعرف انه خلينا نحكي اول شيء شنو الفري راديكلز او الجذور الحر حتى نفهم شنو هي شلون صار الليبيد بيروكس. احنا عندنا فد يعني مواد نسميها فري راديكل او جذور حره. هاي الفري راديكل بالغلاف الخارجي مالتها بيها الكترونات منفرده. احنا نعرف انه المادة أو العناصر الكيميائية بالغلاف الخارجي المفروض تكون الإلكترونات مزدوجة، مو نعرف أن أكو أوربيتالات وهاي الأوربيتالات تكون بيها الإلكترونات منفردة مزدوجة. من تكون الإلكترونات منفردة راح هاي المادة تكون فعاليتها عالية، رياكتف يعني غير مستقرة. نعرف أنه هي المادة حتى تحقق استقرارية لازم تكون الإلكترونات مزدوجة، يعني المادة تكون مشبعة بحيث الإلكترونات بالأوربيتالات الخارجية تكون مزدوجة. من تكون منفردة هاي المادة راح تكون غير مستقرة فعالة، يعني هاي المادة راح تبحث عن مواد ثانية تروح من عندها تاخذ إلكترون حتى هذا الإلكترون يزدوج ويا الإلكترون المنفرد وتوصل إلى حالة استقرار. وبالتالي الفري راديكلز هي مواد تكون بيها الإلكترونات منفردة بالغلاف الخارجي الأخير وهذا يخليها فعالة بشكل كبير. لذلك شي يسموها فد مواد تبحث عن الأكسدة، يعني تريد تأكسد المواد اللي تتفاعل وياها حتى هي، لأن الأكسدة هي شنو؟ انتزاع الإلكترونات. فهاي المادة تنتزع الإلكترونات من المواد اللي تتفاعل وياها حتى تكتسب هذا الإلكترون وبالتالي تصير مزدوجة وتصير تصل لحالة استقرار. ف وهاي الفري راديكلز اغلب الفري راديكلز اللي راح ندرسها هي جايه من الاكسجين. الاكسجين بي يعني سبيشيز او يعني انواع من الاكسجين تكون هايلي رياكتيف كلش فعاليتها عاليه وتكون بها الكترونات منفرده، فهذا الاكسجين يروح يعني يريد يأكسد المواد على مود ينتزع منها الكترون، لان احنا قلنا الاكسده انتزاع الالكترون، ومن ينتزع من هاي الإلكترونات راح يصل لحالة الاستقرار. لكن هو من جاي ينتزع إلكترون من هاي المواد راح هاي المواد نفسها تتحول إلى فري راديكل، هي نفسها المواد راح تصير فري راديكل اللي تتأكسد بواسطة الفري راديكلز. أي شيء يتأكسد بواسطة الفري راديكل هو يصير فري راديكل. ليش؟ لأن أنت من انتزعت منها إلكترون بواسطة الفري راديكل خليتها هي بها إلكترونات منفردة. لذلك هذا كل هذا الحكي راح يصير على شكل chain، يعني سلسلة من التفاعلات. يبدي بفري راديكل، هذا الفري راديكل يروح المادة اللي هي على الليبيد، هسه راح يشتغل على الليبيد، احنا موضوعنا الليبيد، راح يشتغل على الليبيد، يروح للهاي الليبيد ينتزع منها الكترون، هو راح يتشبع وينتهي كونه فري راديكل، بس الليبيد نفسه راح يصير فري راديكل ويستمر الى ان يصير chain، سلسلة من التفاعلات تستمر عمليات الأكسدة إلى أن بالنهاية إذا أنت أكسدت كل الليبيد واللي هو موجود وين؟ بالممبرين، يخرب البلازما ممبرين مالتك كله، راح الليبيد كله تأكسد، لأن كل تفاعل يأكسد تفاعل، كل تفاعل يأكسد تفاعل إلى أن صار انتهى بعد الممبرين مالتك. فهي هاي فكرة الليبيد بيروكسيديشن، أنه يجي هذا الأكسجين اللي يكون على شكل فري راديكل يتفاعل ويا الممبرين ليبيد، الليبيد الموجود بالممبرين اللي هو نسميه هنا بولي انساتشوريتد فاتي اسيد. يعني شنو بولي انساتشوريتد فاتي اسيد؟ اخذنا انه فاتي اسيد ب كلمه بولي يعني متعدد، يعني بيه عناصر مزدوجه متعدده، فيروح للبولي انساتشوريتد فاتي اسيد، هذا الاكسجين ينتزع منه الكترون، وهنا ايش راح يصير؟ يكون احنا نعرف ان الاكسجين من يكون على شكل جزيئة ويتفاعل ويا مادة يكون عناصر بيروكسيدية يسموها، يعني اي اكسجين من يكون على شكل جزيئة يعني O2 يتفاعل ويا مادة يكون عناصر بيروكسيدية. وهاي البيروكسيديشن طبعا في الشيء ضار، لانه قلنا مثل ما انه راح يظل يأكسد، وهاي الاكسدة راح بالنهاية تؤدي الى يصير dysfunction بالممبرين ليبيد. فهسه احنا فيقول لك الليبيد بيروكسيديشن هو action of atmospheric oxygen، يعني نحكي عن الأكسجين on fat result in the formation of peroxide. يجي هذا الأكسجين الأتموسفيريك، احنا نعرف انه هو الليبيد اللي يكون بالممبرين يكون in contact
وذ الأكسجين اللي يكون أتموسفيرك زين، لأن الخلايا cells الغلاف مالتها راح يكون in contact with the atmospheric oxygen. هذا الأكسجين راح يجي يرتبط بالمادة، شي يسوي يكون آسرة بيروكسيدية. يعني البيروكسيد هو الآسرة اللي تأتي من تفاعل molecule of oxygen ويا المادة. lipid peroxidation is a chain reaction مثل ما قلنا سلسلة وراء سلسلة إلى أن تخرب كل الليبيد. free radical initiate lipid peroxidation مثل ما قلنا free radical اللي هي من هنا الأكسجين جاي من الأكسجين تبدي بهذا peroxidation chain reaction. free radicals can be defined as molecules having unpaired electrons in the outer orbitals and they are highly reactive مثل ما قلنا fed molecules تكون highly reactive وبيها الكترونات غير مزدوجة يعني منفردة، وهاي الالكترونات المنفردة راح تخليها غير مستقرة، لذلك تروح تتفاعل ويا المادة على مود تكتسب منها هيدروجين، او هو هيدروجين يعني تكتسب منها شنو الكترون على شكل ذرة. هاي احنا قلنا اكتساب وفقدان الالكترونات دائما على شكل الهيدروجين يكون. they all contain oxygen مثل ما قلنا هي من الاكسجين. Hence they are often called reactive oxygen species. يعني أنواع الأكسجين اللي تكون reactive. إذن كل الفكرة إنه أكو أكسجين بإلكترونات غير مزدوجة راح يروح للليبيد يأكسدها يعني ينتزع منها إلكترونات ويحولها إلى free radical ويكون آسرة بيروكسيدية اللي هي لذلك سميناها lipid peroxidation وهو chain reaction. In biological system, free radicals are generated. شلون يكونها؟ إحنا قلنا free radicals تجي من الأكسجين. Oxygen radicals. يقول oxygen radicals are involved in lipid peroxidation. الهيدروجين of methyl, CH2 group of polyunsaturated fatty acid, is susceptible to extraction due to adjacent double bond. إحنا مو عندنا هو polyunsaturated بـ double أكثر من double bond. الهيدروجين اللي يكون مع المجموعة المثيل اللي تكون قريبة من الدبل بوند اللي تكون ما بين الدبل بوند مثل هذا هسه هنا أنا هذا بثلاث أواصر دبل بوند هاي وهاي وهاي، لذلك سميناه بولي أنساتوريتيد. هذا الهيدروجين اللي هنا أكو مجموعة CH2، هنا أكو CH2، فالهيدروجين مال CH2 هذا من السهل لوجود انه قريب من الدبل بونز، يعني وجوده قريب من الدبل بونز يطيف نوع من الويكنس يعني ضعيف، فهذا من السهوله انه يجي الاكسجين اللي هو فري راديكال. دائما فري راديكال نسوي علامه هيجي مثل هاي العلامه دليل على انه هو شنو فري راديكال، راح يجي من السهوله انه ينتزع هذا الهيدروجين، وبالتالي شنو راح يكون هو نفسه هذا البولي انساتوريتد فاتي اسيد هو نفسه راح يصير فري راديكال بحد ذاته. هيدروجين اوف ميثيلين جروب اوف بوفا سسبكتبل مثل ما قلنا يكون من السهوله يكون يتم انتزاعه. هنس ان بريزنس اوف اوكسجين فري راديكال اوف بوفا از جنريتد باي اكستراكتنج ميثيلين هيدروجين فروم ممبرين. راح هذا الهيدروجين زين هذا واحد من الهيدروجين يتم انتزاعه زين، ومن يستلمه الأكسجين راديكال، فهذا نفسه هذا المركب نفسه هو لأنه فقد هيدروجين يعني فقد إلكترون يعني صار إلكتروناته شبيهة إلكتروناته صارت منفردة لأنه هنا كانت مزدوجة انتزعت منها إلكترون صار واحد من الإلكترونات منفردة، فهذا نفسه راح يصير يعني البوفا نفسه هذا راح يصير راديكال. من أسوي علامة هاي العلامة الدائرة يعني راديكال زين، لذلك شو تكون هذا free radical of buffer free radical of buffer زين. هذا ال free radical of buffer هسه راح نشوف يقول هسه قلنا in the presence of oxygen free radical of buffer is generated by extracting تنتزع هيدروجين من ال membrane buffer. البوفر هو نفسه يتفاعل ويا أكسجين هذا مو احنا قلنا chain reaction، هذا هو نفسه الفري راديكال اوف بوفا هو نفسه راح يتفاعل ويا من ويا اكسجين زين. ايش راح يكون؟ احنا قلنا اي ماده تتفاعل ويا الاكسجين شوف هذا ارتبط صار شنو بيروكسي، لذلك بيروكسيديك لينكج عصره بيروكسيدي.
هذا البيروكسي راديكال هو بعده هسه فري راديكال مرتبط بأكسجين بعده هو نفسه، مو قلنا تشين راح يروح يتفاعل مرة ثانية ويا بوفا ثاني ويا بولي انساتشوريتد فاتي أسيد ثاني، يعني هذا نفسه هذا نفسه هذا البيروكسي راديكال راح يتفاعل ويا بوفا نفس الشيء هو راديكال ويتفاعل ويا بوفا راح ينتزع منه إلكترون ويحول البوفا إلى شنو؟ إلى فري بوفا فري راديكال هذا، يعني نعاد التفاعل مرة ثانية. وهو البيروكسي راديكال نفسه من استلم من يعني البيروكسي راديكال راح يستلم هيدروجين من البوفا، إيش راح يصير؟ يصير هذا المركب يصير إندو بيروكسايد أو هيدرو بيروكسايد. يعني شنو الفكرة كلها؟ خلنا عيده. أنا عندي بولي أنساتشوريتد فاتي أسيد زين هذا ب مجموعة مثيل، هاي مجموعة المثيل يتفاعل وياها فري راديكال ينتزع منها هيدروجين وبالتالي حولها الى فري راديكال اوف بوفا. هذا الفري راديكال اوف بوفا من يتفاعل ويا اكسجين يكون بيروكسي، لان قلنا الاكسجين يكون عصر بيروكسي. البيروكسي راديكال نفسه حيتفاعل ويا هذا، يتفاعل ويا هذا يعني اللي هو اللي سميناه بوفا، ايش راح يكون؟ هم ينتزع منه هيدروجين على يعني هيدروجين يعني الكترون فيحوله الى فري راديكال مره ثانيه. وهو من استلم بيروكسي راديكال اوف بوفا استلم هيدروجين صار هيدرو بيروكسايد هذا، يعني شوف هاي الاكسجين هاي استلمت هيدروجين صارت هيدروكسي بيروكسايد. يستمر هذا التفاعل الى ان الاند برودكت، تفاعل كل ساعين عاد تشين رياكشن، راديكال يتفاعل ويا بوفا يكون راديكال اوف بوفا، والراديكال اوف بوفا يتفاعل ويا بوفا ثاني يكون راديكال مره ثانيه، ويستمر الى ان هاي الماده مالون دايلديهايد الاند برودكت. هاي الماده نقدر نحسبها، فتركيزها يدل على ايش قد صار بيروكسيديشن، يعني ايش كم كل ما تركيز عالي كل ما ليبت بيروكسيديشن عالي. فمثل ما قلنا ان presence of oxygen free radical of bufa is generated by extracting a methylene hydrogen reaction of bufa free radical. هو نفسه بوفا free radical ويا الاكسجين قلنا شنو؟ أي أكسجين يعطيك بيروكسي عصرة بيروكسية which in turn reacts with another chain، لذلك قلنا chain reaction to form بوفا فري راديكال مرة أخرى، والإندو بيروكسايد اللي هو الهيدرو بيروكسايد. يعني البيروكسي راديكال أوف بوفا استلم هيدروجين هو تشبع، يعني هسه هاي المادة ترى هاي المادة الإندو بيروكسايد لا تعتبر فري راديكال هاي لأنه مشبعة صارت، استلم هيدروجين يعني استلم الكترون وصارت مشبعة، بس لانه هو chain reaction اكو بعد free radicals تكونن راح تستمر فيكونت اندو بيروكسايد او هيدرو بيروكسايد ultimately، يعني بالنهاية الى ان يتكون هاي المادة اللي هي سميناها مالون دايلديهايد and other small molecules are formed estimation used to assess extent of lipid peroxidation. يعني اذا احسب تركيز الـ MDA راح أقدر أعرف إيش قد صار عندي lipid peroxidation. مجرد chain reaction free radical يتفاعل ويا lipid يحوله إلى free radical، وهذا lipid نفسه راح يتفاعل ويا أكسجين مرة ثانية يكون peroxide، والperoxide يتفاعل مرة أخرى ويا other lipids إلى أن تستمر ويكون بالنهاية MDA. الـ MDA الـ concentration ما تدليل على الـ level of lipid peroxidation. السوبر اوكسايد هو نفسه، السوبر اوكسايد همين يعتبر يعني هو ليه سموه سوبر اوكسايد؟ يعني هو اكسجين بس هايلي رياكتيف فيسموه سوبر اوكسايد هذا، وقلنا هاي النقطة او الدائرة الصغيرة دليل على انه فري راديكال. هاي المادة كانوت انيشيت ليبيد بيروكسيديشن، بس هي نفسها تكون غير جنريت رياكتيف اوكسجين سبيشيز، يعني تكون لك فري راديكالز مثل هذا السنجلت اوكسجين، هذا أكسجين يعني كلش فعال وهيدروكسي راديكال نفس الشيء، ذولي
يقدرون يتفاعلون ويا الليبيد ينتزعون منه هيدروجين ويحولوه إلى فري راديكال وتستمر chain reaction. إذن السوبر أوكسايد itself cannot generate lipid يعني lipid peroxidation, لكن يكون لك singlet oxygen وهيدروكسي راديكال اللي هي ممكن تسوي. apart from above the system يعني أما هسه oxygen radical أو super oxide اللي هو هم يعني radical يعتبر, عندنا اللايت الضوء بحد ذاته والميتال يعني تأثير الضوء, طبعا تأثير الضوء على الأكسجين يحول الأكسجين إلى فد مركب فعال يعني أو العفو جزيئة فعالة, وهاي الجزيئة الفعالة هي نفسها راح تسوي لك هذا السيستم نفسه يعني الشين رياكشن نفسه. الميتالز المعادن نفس الشيء ممكن تكون لها تأثير. All of them can generate free radical. والfree radical تعطي lipid peroxidation. Medical importance. هو هذا هسه هذا شنو يعني أنا هذا إذا صار عندي شنو تأثيره؟ أنت إذا البلازما ممبرين مال السال خرب, لأن الليبيد ده يخرب أنت هسه هذا أنت من جاي تأكسد البوفة وتحوله إلى free radical, والfree radical يحول البقية إلى free radical. أنت جاي تخرب الممبرين نفسه, جاي يخرب لأن أنت جاي تنتزع منه هيدروجين, تنتزع منه إلكترونات إلى أن يخلص بعدين ما يبقى بي أي إلكترون, وبالتالي الفانكشن مالته كله يروح, وهذا راح يسبب لك ديزيزز أكيد. membrane lipids particularly بوفا are in contact with oxygen and metal rich environment, لأنه هي بالممبرين بالغلاف الخارجي فتكون in direct contact with الأكسجين اللي يكون بالأتموسفير واللي والميتالز المعادن, وبالتالي ذولا إحنا قلنا الأكسجين والميتال ريتش انفايرمنت ممكن تكون لك فري راديكلز, والفري راديكلز راح تشتغل تسوي لك ليبيد بيروكسيديشن, وهذا الليبيد بيروكسيديشن مثل ما قلنا راح يخرب السيل. they are susceptible to lipid peroxidation which in turn can cause membrane dysfunction, يأثر على مثل شنو الديزيزز اللي ممكن aging. واحد اذا السيلز ما تبدأ تخرب شيء يكبر تحسه انه كبير صار aging. diabetes إذا السيلز اللي تأثرت هن كانت البيتا سيل مال البنكرياس اللي تكون لك الإنسولين, إذا هن ذن السيلز خربن شي يصير به الشخص diabetes لأن ماكو إنسولين. وأكيد إذا السيلز مالتك صار بيها dysfunction ممكن تصير cancer. necrosis يعني إذا البلد فيزلز تأثرن بعد ماكو بلد سبلاي لستركتشر معين, هذا الستركتشر شي يصير بيه نيكروسيس. ابيليبسي اذا بالبرين ممكن يسبب لك ذني نوبات الصرع. انفلاميشن نفس الشيء, انفلاميشن احنا قلنا انفلاميشن هو وسيله دفاعيه, فاذا صار هالشيء ممكن يصير انفلاميشن. اوتو اميون ديس اوردرز نفس الشيء, طبعا اصلا هو الاوتو اميون هو الاميون سيستم ماتك, احنا الإميون سيستم مالتنا شلون يشتغل؟ يشتغل عن طريق الفري راديكلز. شنو هي الوسيلة الدفاعية؟ يعني انت هسه من تدخل لك بكتيريا الإميون مالتك شلون يقدر يقاتلها؟ يقاتلها عن طريق احنا الليمفوسايت ومايكروفاجز, بس ذني الخلايا البلعمية وذني ذني اصلا هن يفرزن الفري راديكل. الفري راديكل يروح للبكتيريا يخرب البكتيريا عن طريق هذا البروسيس نفسه يكسدها, يعني الأكسدة عملية تخريبية نقدر نسميها. فالفري راديكال راح يظل ينتزع منها هيدروجين, لكن إذا هذا الفري راديكال راح هاجم الجسم مالتك نفسه, يعني مرة يسموه أوتو أميون ديس أوردر, من الأميون سيستم يشتغل على 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 نف على جسمك نفسه ويخرب جسمك نفسه, صار أوتو أميون. كله نفس الفكرة. كاردي فاسكولار ديزيز اعتيادي وأثيروسكليروسيس كلها نفس الفكرة, كلها تشتغل على يعني هذا تأثير الفري راديكلز والليبيد بيروكسيديشن. زين, هل الجسم ما عنده وسيلة يتخلص من الفري راديكل؟ أكيد عنده, عن طريق سكافنجر سيستم. أنت هذا الفري راديكل حتى تتخلص منه شلون؟ تضيف له هيدروجين. زين, لأنه من يستلم هيدروجين يعني يستلم إلكترون راح يتشبع, وإذا تشبع بعد يصير مستقر ما راح يفقد هذا الفانكشن مالته. فهو هذا السكافنجر سيستم مالتك. since free radicals initiate lipid peroxidation body devised ways to remove free radicals. شلون تتخلص منه؟ عن طريق السكافنجر سيستم اللي هو عندك وسيلة بالجسم.
ونقسم لو عن طريق انزيمات لو نان انزيماتك. مثل شنو؟ انتي اوكسيدنت انزيمز، يعني الانزيمات انتي اوكسيدنت، يعني الانزيمات اللي تشتغل ضد الفري راديكلز، يعني مضادة للأكسدة اللي تأتي من الفري راديكلز، اللي هي شنو؟ اللي يروح يشتغل على السوبر أوكسايد هذا. مو احنا قلنا سوبر أوكسايد ممكن يكون لك فري راديكلز مثل سنجلت أكسجين عن هيدروكسي. أكو مادة توقف العمل مالته اللي هي سوبر أوكسايد ديسيميوتيز، هذا الإنزيم، وغلوتاثيون إس ترانسفيريز كاتالي. الكاتاليز إنزام هذا يشتغل على ال H2O2، هذا ال H2O2 اللي هو هيدروجين بيروكسيد. هذا الجلوتا هذا من يكون بهيج صيغة يكون رياكتيف كلش فعال، فهذا الكاتاليز يحوله إلى H2O. ال H2O أكيد مو فعال، وبالتالي يوقف عمل ال H2O2 بهالطريقة. بيروكسيد نفس الشيء، البيروكسيد هم يعني يشتغل على الهيدروجين بيروكسيد ويفككه، يحوله إلى إلى ماء وجزيئة أكسجين، زين، يعني H2O2 زائد نصف O2، زين. فأنت هنا الـ H2O2 بيذرتين أكسجين، فهذا ذني الإنزيمين الكاتاليز والبيروكسايد يقدرون يحولوا إلى H2O زائد نصف O2، يعني ينتزعون منه ذرة أكسجين، نصف O2 يعني ذرة أكسجين، ينتزعون منه ذرة الأكسجين، وبالتالي فعاليته والرياكتيفيتي ما راح تنتهي بهالطريقة. وعندك جلوتاثيون بيروكسيديز طبعا، وهذا اكو محاضره اللي هي المحاضره السابعه من الكربوهيدرات، شارحها عن الهكسوز مونوفوسفات شنت، حاكين بها يعني بتوسع اكثر. فواحد من يشوف ذاك الفيديو هم يعني انت اذا الانزيمات شلون يشتغلن بالضبط. عندك سوبر اوكسيد ديسميوتيز، جلوتاثيون اس ترانسفيريز، جلوتاثيون بيروكسيديز، وعندك ذن الكاتاليز والبيروكسيديز. هذا انزيمات نون انزيماتك free radical system compounds. The enzymes هنا مركبات عادية لكن هم تشتغل كantioxidants naturally occurring. ذني اللي هو الجلوتاثيون، شوف مادة الجلوتاثيون دائما ميلاتونين، فيتامين E اللي هو هذا اسمه توكوفيرول، وفيتامين C يعني فيتامين E وC، هذا اسكوربيك أسيد، ليبويك أسيد، يوريك أسيد، كاروتين، بيلروبين عن كافين. ذني الكومباوندز كلهن نان إنزيماتك فري راديكال، كلهن يقدر الجسم يستخدمهن للتخلص من الفري راديكالز، يعني يروحون للفري راديكالز وينطوا هيدروجين، يعني ينطوا إلكترون وبالتالي يوقفون عمله. فيتامين إي وسي، وذني المركبات مثل الجلوتاثيون، قلنا جلوتاثيون شوف يشتغل كإنزيم جلوتاثيون وحده، وبنفس الوقت جلوتاثيون بيروكسايد وأس ترانسفيريز، وعدك ذني هواي مجرد تعداد وحفظ. فاللي هنا نوقف.